إعلامي مجلس الوزراء ينفي إسناد القاهرة وإسناد إدارة ممر قناة السويس لشركة أجنبية، والهيئة تؤكد أن إدارتها ستظل مملوكة للدولة بالكامل. الكريملين يؤكد أن عزل روسيا دولياً أمر مستحيل، والبرلمان الأوروبي يعتبر أوكرانيا جزءاً من العائلة الأوروبية. دول العالم تشدد من تدابير المراقبة الصحية لوقف تفشي جدر القردة. الثالثة في القاهرة، الواحدة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وذلك خلال شهر مايو الماضي. وفي هذا الإطار أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات للوزراء والمحافظين بمتابعة حل الشكاوى الواردة إليهم من المواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم والتفاعل لحل مشكلاتهم. كما جدد مدبولي توجيه الشكر لفريق عمل المنظومة على جهودهم المضنية في التعامل مع ما يتم تلقيه ورصده من شكاوى وطلبات للمواطنين. وهذا وأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة طارق الرفاعي لأن المنظومة تلقت وتعاملت مع 85 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر مايو الماضي. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن إسناد إدارة الممر الملاحي لقناة السويس إلى إحدى الشركات الأجنبية. وقام المركز بالتواصل مع هيئة قناة السويس التي شددت على أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين، مشيرة إلى تحقيق القناة نموا خلال شهر مايو الماضي بنسبة تصل إلى 23.6% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الأنشطة والفعاليات خلال شهر مايو الماضي، يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني والمشاركة في رفع معدلات الأداء للأجهزة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية، حيث نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروع التدريبات العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمحافظتي الدقهلية والمنيا. تضمن التدريب عرض تقارير مدير الأجهزة التنفيذية للوقوف على مدى جاهزيتها واستعداداتها لمجابهة المواقف الطارئة، وحرصا من القوات المسلحة المصرية على توعية مختلف فئات المجتمع بالطفرة الهائلة في مجال التنمية الشاملة، تم تنظيم عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية لتوضيح دور القوات المسلحة في حماية الوطن وصون مقدساته، بالإضافة إلى زيارة عدد من المشروعات القومية لمتابعة ما يتم إنجازه على أرض الواقع لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري. استقبلت أكاديمية الشرطة نخبة من الشباب والفتيات المشاركين ببرنامج منحة ناصر للقيادة الدولية الدفعة الثالثة، والذي تنظمه وزارة الشباب برعاية رئيس الجمهورية. تأتي تلك الزيارة للاطلاع على مرافق وكيانات الأكاديمية ودورها في إعداد الكوادر الأمنية محليا ودوليا. تأكيدا على الريادة المصرية في تعزيز دور الشباب محليا وإقليميا ودوليا وتمكينهم من المناصب القيادية للاستفادة من قدراتهم وأفكارهم، استقبلت أكاديمية الشرطة نخبة من الشباب والفتيات المشاركين ببرنامج منحة ناصر للقيادة الدولية الدفعة الثالثة تحت شعار شباب عدم الانحياز وتفعيل تعاون الجنوب جنوب، والذي تنظمه وزارة الشباب برعاية رئيس الجمهورية. هؤلاء يمثلون 64 دولة من مختلف دول العالم، جاءوا إلى هنا ليشاهدوا هذا الصرح الأمني المتميز في إعداد الكوادر الأمنية محلياً وإقليمياً ودولياً. الزيارة دي بيكون لها تأثير، دي طبعاً ثاني مرة، الدفعة الأولى السنة اللي فاتت إحنا جينا برضو الأكاديمية،
المردود ليها بيكون كبير عند الشباب بشكل كبير جدا، بيشوفوا ازاي وزارة الداخلية من خلال أكاديمية الشرطة بتتعاون مع دول مختلفة، المراكز البحثية، كلية الشرطة والتدريبات وحجم التدريبات من أكثر الزيارات اللي كانت مؤثرة في الشباب. قام الشباب بجولة بين جنبات الأكاديمية لتفقد كياناتها ومنشآتها. بين صرح وآخر داخل الأكاديمية تنقل الشباب، حيث تعرفوا على إمكانات مركز الدراسات الأمنية ودوره في تأهيل وإعداد الكوادر الأمنية من مختلف الدول، وكلية الدراسات العليا ودورها في إتاحة الفرصة للضباط المصريين والوافدين من الدول العربية والشقيقة لاستكمال دراستهم العليا. شفت قد ايه أكاديمية الشرطة بيهتموا وبيركزوا في تدريبات الشرطة في عشان الأمن والأمان البلاد. كانت مفيدة لي بشكل كتير كبير. أولا تعرفت أنه مصر شو عم تعمل على مستوى المحلي وشو عم بتتطور على المستوى العالم العربي والمستوى الدولي. زيارتي في أكاديمية الشرطة كانت فائقة التوقع. لم أكن أعرف أنها ضخمة بهذا الشكل. أنا منبهرة جدا من هذه الزيارة. وتوجه الوفد إلى المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، والذي يطلع بإعداد الكوادر الأمنية الوطنية والأجنبية المشاركة في بعثات حفظ السلام الأممية. أكثر شيء لفت انتباهنا هو تدريب للأخوة العرب والأفارقة من دولة تشاد ومن دول أخرى عربية. One thing that I liked about this visit is that this police academy empowers also other African nationalities with basic skills and also sustainable skills for them to be representing ourselves in the United Nations within other countries. كلية الشرطة والتي تعد مصنعا بحق للرجال كانت محطة مهمة في زيارة الوفد، والذي شاهد كيفية إعداد طلابها ليحملوا مشعل أمن الوطن مستقبلا من خلال برامج تدريبية متطورة تطبق في هذا الإطار، حيث أدى الطلبة جانبا من ما اكتسبوه من مهارات في مختلف مجالات العمل الأمني في ميادين التدريب المتنوعة الموجودة داخل الأكاديمية والتي تحاكي الواقع في صعوبتها، كذا ميادين التدريب الفني الأمني على التخصص الوظيفي. What we have experienced and seen in this center, I never thought it is in Africa, but I have seen that the Egyptians, when it comes to their security, it is a priority number one to them. وشاهد الشباب عروضاً مميزة للإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة المستخدمة في أداء بعض المهام الأمنية. The visit to the police academy has been such a great learning experience. It's offered me an insight to the extensive training that gets offered to Egyptian police officers. So far it has been so great and I'm really impressed. هذه الزيارة أول شيء عرفتنا على مدى قوة الشرطة في جمهورية مصر. من ضمن الأشياء اللي هم يدرسون فيها حقوق الإنسان، وهذا أهم سمة يتميز فيها الشرطي، بحيث أنه يقدر يخدم الناس ويقدر يعني يرد حقوقهم. شعور لا يوصف، وبالنسبة لي يعني الكثير والكثير قد إيه بلدي قوية واقفة على رجليها وتقدر تتحدى أي حد، مش تحدي بس دايماً هي إن لم تمتلك القوة فستكون مطمع من الآخرين. تتوالى الزيارات المحلية والدولية لأكاديمية الشرطة، والتي تؤكد على تميز هذا الصرح التعليمي الأمني في إعداده للكوادر الأمنية المحلية والدولية ليحملوا أمانة أمن الأوطان واستقرارها. هكذا تحرص أكاديمية الشرطة على استقبال الوفود المحلية والأجنبية للاطلاع على مرافقها ومنشآتها المتطورة والمستخدمة في إعداد الكوادر الأمنية على المستويين المحلي والدولي. فأكاديمية الشرطة صرح تعليمي وتدريبي متطور متفرد بين مسيلاتها على مستوى العالم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 407 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 86 أو 89 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدموعة تم ضبط أكثر من 32 طن مواد غذائية وغير غذائية، كما تم ضبط أكثر من 56 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية.
وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 606 قضايا، من بينها 77 قضية خبز ناقص الوزن و77 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي فتم ضبط 6 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 37.5 طن أقماح محلية. أوضح الكريملين أن عزل روسيا أمر مستحيل، وذلك بالرغم من وجود مثل هذه المخططات من قبل الدول غير الصديقة. وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن هناك محاولات ومخططات من دول وصفها بالمعادية من أجل عزل روسيا اقتصاديا وسياسيا وتجاريا. قال وزير الخارجية سيرجي لافروف إن روسيا منفتحة على الحوار مع الغرب. وفي مؤتمر صحفي بأرمينيا بعد اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي أضاف لافروف أن الجميع يدرك الآن أن حلف الناتو لا يمكنه أن يقرر مصير أوروبا. ووصف لافروف الاجتماع الذي عقد في أرمينيا بأنه كان مثمرا، ضم كل دول الأعضاء في المنظمة كاشفا عن توقيع عدة اتفاقات مشتركة. نحن اقترحنا مرارا على شركائنا في تحالف الناتو في حلف الناتو من قبل أو بالتشارك مع شركائنا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي بإطلاق الحوار وإيجاد آليات للتعاون والتنسيقات، ولكن حلف الناتو دائما كان يرفض ذلك لأنهم لا يمكنهم أن يحددون مصير الدول الأوروبية، وهذا أصبح واضح للجميع. قال مسؤولون إن القوات الأوكرانية تحتفظ بمواقعها في سيفرودونيتسك مع احتدام القتال في الشوارع وتواصل القصف ليل نهار، بينما تضغط روسيا للسيطرة على المدينة الأساسية لهدفها المتمثل في السيطرة على شرق أوكرانيا. وأوضح سكرتير مجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف أن الوضع بالغ التعقيد وأن القوات الروسية تركز كل قوتها على المنطقة. يأتي ذلك في وقت تقول فيه أوكرانيا إن أملها الوحيد لتحويل الدفة لصالحها في المدينة الصناعية الصغيرة هو تزويدها بالمزيد من المدفعية للتصدي للقوة العسكرية الروسية الهائلة. أعلن الجيش الأوكراني قيامه بقصف مواقع روسية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، وهي منطقة تخضع بشكل شبه كامل لسيطرة القوات الروسية. وأوضحت هيئة الأركان العامة في الجيش الأوكراني أن قواتها الجوية قصفت مواقع روسية تتركز فيها معدات وأفراد ومستودعات حول 5 مناطق في خيرسون. قالت وزارة الدفاع البريطانية إن مدينة ماريوبول الواقعة جنوب أوكرانيا مهددة بانتشار مرض الكوليرا، وذلك نظرا لأن الخدمات الطبية توشك على الانهيار. وفي بيان أضافت الوزارة أنه من المحتمل أيضا حدوث نقص شديد في الأدوية في خيرسون، وذكرت أن روسيا تواجه صعوبات في توفير الخدمات العامة الأساسية لسكان المناطق الخاضعة لسيطرتها. أكدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أن أوكرانيا جزء من العائلة الروسية، مشيرة إلى أنه حان
وقت انضمامها إلى الاتحاد. وخلال مشاركتها في قمة كوبنهاغن المنعقدة بالدنمارك، أكدت ميتسولا أن الاتحاد الأوروبي يقف مع أوكرانيا في الحصول على صفة مرشح للاتحاد. يشار إلى أن البرلمان الأوروبي اعتمد في الجلسة العامة في ستراسبورغ قراراً يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى منح أوكرانيا صفة لدولة مرشحة لعضوية الاتحاد، حيث وافق على القرار 438 صوتا برلمانيا مقابل 65 صوتا معارضا. This is about hope. This is about an acknowledgement of the price that Ukraine has been forced to pay. دعا المستشار الألماني أولاف شولتز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف العمليات العسكرية في أوكرانيا. جاء ذلك خلال زيارته لقوات الدفاع الجوي الألمانية بالبلقان التي تأتي ضمن المهام التي يقودها حلف الناتو. وستركز جولة شولتز على استطلاع أفاق الانضمام للاتحاد الأوروبي لست دول في غرب البلقان. في غضون ذلك، أكد مكتب المدعي العام الأوكراني ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى 754 قتيلا ومصابا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضي، لينقسم بين 263 قتيلا و491 مصابا. وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجرى العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتا، موضحا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك بنحو 192 طفلا، وأن نتيجة القصف الروسي اليومي للأراضي الأوكرانية وصلت ضرر فيه إلى نسبة تصل إلى 1970 مؤسسة تعليمية، منها 194 مؤسسة دمرت بالكامل. ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية أن البلاد استقبلت حتى الآن 3,991,000 لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية. وأضافت الوكالة أن 25,000 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الخميس مقابل 23,300 لاجئ في اليوم السابق عليه. أعلن حلف شمال الأطلسي الناتو نيته تزويد دول الجناح الشرقي للحلف بأنظمة صواريخ وعتاد متطور. وأوضح الناتو في بيان له أنه يجهز لنشر قوات في دول الجناح الشرقي للحلف، وذلك لمواجهة روسيا، مضيفا أنه سيضمن أمن فنلندا والسويد قبل نيلهما عضوية الحلف. قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الغاز الروسية سيدمر الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني بالفعل من ارتفاع شديد للتضخم بسبب زيادة أسعار الطاقة. وفي تصريحات أضاف رئيس الوزراء المجري أنه بدون السيطرة على أسعار الوقود وبعض الأغذية الأساسية والطاقة، فإن التضخم في المجر الذي ارتفع إلى 10.7% في مايو سيصل إلى ما بين 15 و16%. وخلال القمة ذاتها، أكدت رئيسة وزراء ليتوانيا إنغريدا سيمونيتي أن بلادها أوقفت استيراد الغاز الروسي ووفرت بدائل عنه. وأضافت سيمونيتي أنها تقع أمام خيارين، إما حفظ ماء وجه بوتين أو حياة الأوكرانيين. كانت وزارة الطاقة في ليتوانيا قد أوضحت في تصريح سابق أن شراء مصادر الطاقة الروسية يعني أن تمويل ليتوانيا سيدخل الحرب. أعلن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كويتشي هاجودا، أعلن أنه كجزء من حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا، ستحظر اليابان تصدير المركبات الثقيلة والشاحنات والجرافات إلى موسكو. وأضاف الوزير الياباني أنه سيتم حظر تصدير البضائع التي تساهم في تطوير البنية التحتية الصناعية إلى روسيا، كما سيتم فرض حظر على تسليم المركبات الثقيلة والشاحنات القلابة والجرافات وغيرها من المعدات الثقيلة بداية من 17 يونيو الجاري.
أكد رئيس أركان البحرية الإيطالية الأدميرال إنريكو كيدندينو استعداد بلاده للمشاركة في عمليات تطهير السواحل الأوكرانية من الألغام أو تخزين الحبوب القادمة من أوكرانيا، وذلك في مسعى منها للمساعدة في حل أزمة الغذاء العالمية. وقال إنريكو في تصريح صحفي إن أزمة نقص الغذاء بسبب الحصار المفروض على أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية يمكن أن يسبب حالات طوارئ غير مسبوقة مثل زيادة تدفقات الهجرة إلى أوروبا، موضحا أن بلاده عززت حضورها في البحر المتوسط من خلال سفن الدوريات البحرية متعددة الأغراض. ما زلنا نتابع تداعيات الأزمة الأوكرانية على مختلف دول العالم، حيث حطمت أسعار البنزين المرتفعة في الولايات المتحدة الأرقام القياسية خلال الأيام السبعة الأخيرة على الأقل. يأتي ذلك مع ارتفاع متوسط سعر الوقود مسجلا 4.96 دولار للجالون وفقا لجمعية السيارات الأمريكية. أرقام قياسية وصلت إليها أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الماضية دفعت السائقين إلى تخفيض القيادة بعدما وصل متوسط سعر الجالون الواحد إلى 5 دولارات، وهو استنزاف آخر لمحفظة المستهلكين الذين يدفعون أكثر مقابل العديد من الضروريات الأخرى. هذه الأسعار الجنونية سجلت في ذروة موسم القيادة الذي يبدأ رسمياً نهاية شهر مايو وحتى بداية سبتمبر، حيث ينطلق خلاله الأمريكيون في رحلات وحركة تنقلات كثيفة على الطرقات خلال الصيف. أعباء الرحلات على السائقين ستكون في بعض الولايات أكبر من ولايات أخرى، حيث تعتبر أسعار الوقود فيها الأعلى في الولايات المتحدة. ففي ولاية كاليفورنيا غربي البلاد يتحمل السائقون أسعار بنزين هي الأعلى في البلاد، حيث يدفعون ما يزيد على 6.39 دولار للجالون في المتوسط. كما تسجل هذه الولاية أحد أعلى معدلات القيادة للفرد في الولايات المتحدة بمتوسط 12,524 ميلاً في العام. ووفقاً لمتخصصين فإنه من غير الوارد انخفاض أسعار الوقود في أي وقت قريب، حيث يتجاوز الطلب على النفط حجم المعروض العالمي الذي تعرض لاضطراب بسبب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، إذ تعد روسيا أكبر مصدر للنفط في العالم. وقد قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 39% منذ بدء الأزمة الأوكرانية. تختتم اليوم أعمال قمة الأمريكتين التي تنعقد بمدينة لوس أنجلوس. كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد أنه لم يكن قلقا بشأن مقاطعة بعض القادة للقمة، ومنهم الرئيس المكسيكي ورؤساء من أمريكا الوسطى. ما بين اعتذار دول عن المشاركة ومقاطعة دول أخرى، تتعثر قمة الأمريكتين في آخر أيام انعقادها بلوس أنجلوس. فالقمة التي تنعقد كل 3 إلى 4 سنوات تنظم للمرة الأولى في الولايات المتحدة منذ أول اجتماع عقد في ميامي عام 1994، وهو ما عرض قائمة المدعوين إلى تسديد ضربة محرجة لبايدن بإعلان عدة رؤساء عن الغياب ورفض إدارة بايدن دعوة كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا. الولايات المتحدة بررت قرارها بأنها لا يزال لديها تحفظات بشأن عدم توافر مجال للديمقراطية في الدول الثلاث، في الوقت الذي لم يزر فيه بايدن أمريكا اللاتينية بعد منذ تسلمه منصبه الرئاسي في يناير عام 2021. مقاطعة العديد من القادة للقمة احتجاجاً على قرار بايدن بعدم دعوة 3 من الحكام رؤساء كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا سلطت الضوء على نضال الولايات المتحدة من أجل أن تمارس نفوذاً في منطقة أصبحت منقسمة سياسياً وتكافح اقتصادياً. الرئيس جو بايدن حاول تقديم رؤية موحدة لنصف الكرة الغربي، لكن قمة الأمريكتين سرعان ما تحولت إلى خلاف مفتوح، وهو مثال واضح على الصعوبات
الصعوبات في التقريب بين أمريكا الشمالية والجنوبية. ومع تراجع النفوذ الأمريكي في أمريكا الوسطى والجنوبية، يقول المحللون إن كندا لديها فرصة ذهبية في قمة الأمريكتين في لوس أنجلوس لتحسين مكانتها ونفوذها بين جيرانها في نصف الكرة الغربية. أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بلاده مع سنغافورة. وخلال لقائه نظيره السنغافوري نيج إنغ هين، ناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون الدفاعي ومنها مجال الدفاع السيبراني. وبدوره أعرب المسؤول السنغافوري عن تقديره للدعم القوي الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تدريب القوات المسلحة السنغافورية لديها. توعدت بكين بما سمته سحق لأي مخطط لاستقلال لجزيرة تايوان. يأتي ذلك بينما حثتها واشنطن على الامتناع عن أي خطوات مزعزعة للاستقرار بالمنطقة. وخلال لقاء بين وزيري الدفاع الصيني والأمريكي، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لنظيره الصيني وي فينغي إن على الصين الامتناع عن أي خطوات إضافية حيال تايوان تزعزع الاستقرار. وبدورها قالت وزارة الدفاع الصينية إن وي فينغي تعهد بأن بلاده ستحقق وتسحق أي مخطط للاستقلال تايوان، وتؤكد بحزم على وحدة الوطن الأم. أعرب وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي عن قلق بلاده إزاء مناورة بحرية محتملة من قبل القوات الروسية قبالة ساحل اليابان والمطلة على المحيط الهادئ. وفي مؤتمر صحفي قال كيشي إن وزارة الدفاع أكدت أن 5 سفن روسية كانت نشطة شرق جزيرة هوكايدو الرئيسية على مدار يوم أمس، موضحا ضرورة تجديد المراقبة حول ما إذا كانت القوات الروسية ستجري تدريبات فيما بعد قبالة سواحل اليابان المطلة على المحيط الهادئ. قالت مجموعة من خبراء منظمة الصحة العالمية إن بيانات أساسية لشرح كيف بدأت جائحة فيروس كورونا لا تزال مفقودة. وأضاف العلماء في منشور جديد أن المجموعة البحثية ستظل منفتحة على جميع الأدلة العلمية التي ستتوفر في المستقبل للسماح بإجراء اختبار شامل لجميع الفرضيات المعقولة، مع عدم استبعاد مختبر مدينة ووهان الصينية. ويمثل هذا الموقف تراجعا عن التقييم الأولي للمنظمة فيما يتعلق بأصل الجائحة. أعلنت اليابان استئناف إصدار التأشيرات الخاصة باستقبال السائحين الأجانب. تعد هذه هي الخطوة الأولى لزيادة جذب السائحين إلى البلاد مرة أخرى منذ تفشي فيروس كورونا، وذلك لدعم الاقتصاد مع تلاشي المخاوف بشأن الجائحة. وذكرت الأنباء اليابانية أن الحكومة قررت أن تكتفي مبدئيا بوصول السياح إلى الجولات المصحوبة بمرشدين من 98 دولة ومنطقة تعتبر ذات معدلات إصابة منخفضة. تواجه مدينة شنغهاي الصينية موجة غير مسبوقة من الفحص الشامل لفيروس كورونا يشمل مزيدا من السكان، وذلك بعد رفع المدينة قيود مكافحة الجائحة، الأمر الذي أثار قلق السكان ومخاوف من التأثير المتوقع على الأنشطة التجارية. هذا وأعلنت بعض الأحياء أنه لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم لحين إجراء الفحص، وسيتعين على السكان أن يقدموا ما يثبت خضوعهم للفحص في غضون 72 ساعة قبل دخول المراكز التجارية المقرات الإدارية وحتى ركوب المترو أو الحافلات. الأمر الذي أثر أعلن وزير الصحة الماليزي خير جمال الدين أنه تم رصد حالات إصابة بسلالتين فرعيتين من متحور أوميكرون من فيروس كورونا في البلاد. وقال جمال الدين أنه تم تسجيل إصابتين بالسلالة الفرعية BA.5 وإصابة واحدة بالسلالة الفرعية BA.2. So kita sekarang ni saya dah minta satu untuk kita semak dengan pengeluar-pengeluar ubat-ubatan dan juga pengimport ubat-ubatan yang mana yang tak cukup. Saya juga telah minta supaya kita dapat maklum balas daripada Persatuan Perubatan Malaysia MMA
dan daripada klinik-klinik swasta di mana dan ubat apa yang tak cukup. Ya. Fenomena ini kita tak boleh kata berlaku. أهلا بكم من جديد إلى نشرة الثالثة. أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها أنه لم يتم الإبلاغ عن انتشار جدر القردة من خلال جزيئات فيروسية صغيرة عالقة في الهواء. وأوضحت المراكز الأمريكية أنه عندما سافر أشخاص مصابون بجدر القردة على متن طائرات لم يتم التبليغ عن أي حالات إصابة معروفة بين الأشخاص الجالسين في محيطهم القريب حتى خلال الرحلات الدولية الطويلة. اهتمام عالمي بمرض جدر القردة. رغم التقليل من خطورة المرض إلا أن العديد من الدول على مستوى العالم اعتمدت على زيادة تدابير المراقبة الصحية لرصد جميع الإصابات والمخالطين للسيطرة على هذا التفشي ومنع العدوى. منظمة الصحة العالمية اعتبرت أن خطر انتشار فيروس جدر القردة خارج البلدان التي يتوطن فيها المرض حقيقي، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 1000 إصابة مؤكدة بجدر القردة حتى الآن في 29 دولة. وفي الهند بدأت السلطات الصحية إجراء فحوصات في المطار الدولي بتشيناي على المسافرين القادمين من خارج البلاد بحثا عن أعراض لجدر القردة. كما أوصت اللجنة الاستشارية للتطعيم في ألمانيا بإعطاء لقاح إنفانيكس للأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بجدر القردة ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاما. هيئة الصحة الوطنية في إسبانيا وصفت جدر القردة بالمرض النادر، مشيرة إلى أن من أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والتعب والطفح الجلدي على اليدين والوجه، حيث أعلنت البدء في حملة تطعيم موسعة عقب ارتفاع أعداد الإصابات إلى 198 حالة مؤكدة. ويتوطن مرض جدر القردة في 9 دول إفريقية، لكن حالات تفشي تم الإبلاغ عنها خلال الشهر الماضي في العديد من الدول الأخرى، معظمها في أوروبا وبخاصة في بريطانيا وإسبانيا والبرتغال. وينصح الأشخاص الذين ظهرت عليهم الأعراض بأن يعزلوا أنفسهم في البيت وطلب استشارة الطبيب، بينما يتعين على الأشخاص الذين يعيشون في المنزل نفسه تجنب الاختلاط المباشر مع المريض. رحبت الولايات المتحدة بإعلان اليونان استضافة الدورة التاسعة لمؤتمر محيطنا في عام 2024. وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الاهتمام بتحسين المحيطات له ضرورته من أجل صحة ورخاء الحضارة الإنسانية، موضحا أن هذا المؤتمر تشارك فيه حكومات وجهات وأفراد من غير هادفي الربح من الممثلين والأكاديميين والمندوبين غير الحكوميين. أعلنت وكالة الأنباء الصينية مصرع 7 أشخاص على الأقل بعد أن دفنت الانهيارات الأرضية عدة قرى في منطقة جوانشي. وأضافت الوكالة أن الأمطار التي استمرت لأيام تركت سفوح التلال مغمورة بالمياه وعرضة للانزلاق. وأضافت الأنباء الصينية أن أطقم الإنقاذ في منطقة فينغ تاون ما زالت تبحث عن ناجين ومفقودين. أعلنت مديرية الطوارئ في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا بعد زلزالين بقوة تزيد عن 5 درجة على مقياس ريختر ضرباء المقاطعة. وأوضح المركز الوطني الصيني لشبكات الزلازل أن زلزالا بقوة 5.8 درجة ضرب مدينة ماركينغ بولاية آبا، تلاه زلزال آخر بقوة 6 درجات، مؤكدا أن عمليات الإغاثة من الكوارث تجرى بطريقة منظمة. يواصل مجلس النواب اللبناني جلسته لاستكمال انتخاب أعضاء اللجان النوعية بالمجلس والبالغ عددها 16 لجنة نيابية، حيث جرى انتخاب أعضاء 14 لجنة في الجلسة التي عقدت أمس الأول. ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد الجلسة النيابية في مبنى المجلس بوسط العاصمة بيروت، وذلك لاستكمال انتخاب لجنتي الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية ولجنة التربية والتعليم العالي والثقافة، بالإضافة إلى انتخاب رؤساء ومقرري اللجان النيابية. We'll be right back.
قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى القادمي إن حكومته تمضي في حفظ العراق وترميم جراحه، وإن للعراقيين شرف الانتصار للحياة. وأضاف القادمي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن يستذكر ولا ينسى جرائم تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل وقاعدة سبايكر الجوية قبل 8 سنوات، والتي راح ضحيتها 1700 عسكري عراقي. وأضاف القادمي أن على العراقيين ضرورة أخذ العبرة والدروس حتى لا تتكرر أخطاء الماضي. أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن الجيش العراقي لم يعتمد في قدراته القتالية على الجيوش الأخرى، بل اعتمد على إمكانياته وقدراته الذاتية. وأشارت قيادة العمليات المشتركة العراقية إلى أن مهمة بعثة حلف الناتو في تدريب القوات الأمنية ورفع مستوى وإمكانيات قدراتها في العمليات العسكرية. طفرة غير مسبوقة شهدها قطاع الكهرباء، حيث نجحت مصر في 8 سنوات في التحول إلى دولة قادرة على تلبية كافة احتياجاتها ووجود فائض للتصدير في هذا القطاع المهم. ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، قام بدعم قطاع الكهرباء باعتباره قضية أمن قومية، الأمر الذي ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات في هذا القطاع الحيوي الهام، فضلا عن توقيع شراكات مع أكبر الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، وعلى رأسها شركة سيمنز الألمانية. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 407 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 89 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 32 طن مواد غذائية وغير غذائية،
كما تم ضبط أكثر من 56 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 606 قضايا، من بينها 77 قضية خبز ناقص الوزن و77 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي فتم ضبط 6 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 37.5 طن أقماح محلية. أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 52 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمة الصحية خلال الفترة من يوم 10 إلى 20 يونيو ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وفي بيان للصحة أوضح أن القوافل الطبية يتم توجيهها لمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وأشار البيان إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية. أعرب رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عن اعتزازه بعلاقات التعاون والشراكة الممتدة بين مصر واليابان. وخلال لقائه السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي أكد رئيس الهيئة حرصه على فتح آفاق جديدة للتعاون لتظل قناة السويس ركنا رئيسيا لدعم العلاقات المشتركة بين البلدين. واستعرض رئيس الهيئة تطورات ومستجدات العمل بالهيئة خلال الآونة الأخيرة مضيفا أن القناة قطعت شوطا كبيرا نحو تنفيذ استراتيجية شاملة تستهدف تحقيق وتطوير متكاملا لهذا المرفق الحيوي بحلول عام 2023. أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي عن تنظيم الوزارة بعد غد الأحد فعاليات الدورة التدريبية الثانية للكوادر الأفريقية في مجال التنمية المحلية واللامركزية بحضور 24 متدربا من 17 دولة أفريقية وذلك لمدة 10 أيام بالقاهرة. وفي بيان أكد شعراوي أن النجاح الذي حققته الدورة الأولى التي عقدت بالقاهرة في نوفمبر عام 2019 أصبح دافعا لاستكمال جهود دعم الأشقاء الأفارقة استمرار مناقشة التحديات التي تواجه الكوادر المحلية الإفريقية وتبادل ونقل الخبرات والمعرفة. أكد وزير البترول طارق الملا أن مشاركة مصر في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى بالمؤتمر الإقليمي لحوار الطاقة بالأردن يأتي انطلاقا من دورها الاستراتيجي في صناعة البترول والغاز في المنطقة. وأضاف الملا أن مصر تسعى من خلال مشاركتها إلى تعزيز العلاقات والتنسيق المشترك مع الدول الفاعلة في الاقتصاد العالمي والمساهمة في تعزيز السياسات الداعمة لتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة في مواجهة التحديات والأحداث المتلاحقة عالميا. صرح وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي أن لقاءه مع رئيس شركة دي أم جي موري الألمانية جاء لبحث مستجدات موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين. وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الرئيس السيسي يهتم بالصناعة كقاطرة للتنمية المستدامة. من جانبه قال رئيس شركة دي أم جي موري الألمانية أن السوق المصري يسخر بالعديد من الإمكانيات والمقومات الجاذبة للاستثمار. أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط على العلاقة القوية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي والتي عززت الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وخلال كلمتها أمام المجلس الاستشاري الذراع الجديد للأنشطة الخارجية لبنك الاستثمار الأوروبي أوضحت وزيرة التعاون الدولي أنه منذ جائحة كورونا عام 2020 شهدت العلاقة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي تطورا كبيرا تم خلالها توقيع العديد من الاتفاقات المشتركة التي تعزز الجهود التنموية وأولويات الدولة وتحقق النمو الشامل والمستدام، من بينها تمويل يصل قيمته إلى 1.13 مليار يورو لتمويل قطاع النقل. شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد عبر الفيديو كونفرنس بالمائدة المستديرة رفيعة المستوى لمناقشة الاقتصاد غير الرسمي في شمال أفريقيا والتي عقدها صندوق النقد الدولي وجامعة محمد الخامس بالرباط. وخلال المناقشة أوضحت هالة السعيد أن الحكومة وضعت قانونا جديدا في عام 2020 يتمثل الهدف الرئيسي له في تشجيع انتقال القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من خلال تقديم حوافز مالية وغير مالية تقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الصاعدين لما لها من دور أساسي في تحفيز النمو وتعزيز الابتكار.
أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت على اهتمام مصر بالتعاون مع إسبانيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معربا عن تطلعه إلى فتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين في مجالات الحكومة الرقمية. جاء ذلك خلال لقاء وزير الاتصالات سفير إسبانيا بالقاهرة. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وإسبانيا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة المتعلقة بآليات جذب الاستثمارات الإسبانية والتعاون في مجالات الحكومة الرقمية وصناعة الإلكترونيات ودعم الابتكار التكنولوجي. في إطار احتفالات المنوفية بعيدها القومي 16 بعد المئة، استقبل محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والتقى وزير الأوقاف عددا من الأئمة وقيادات المحافظة، وأكد خلال اللقاء على دور الوزارة الحيوية في تقوية الحس الإيماني العام وتعظيم القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاق الأصيلة، مشيرا إلى أن كافة الشرائع السماوية حثت على الامتثال لتلك القيم لدورها الفعال في بناء المجتمع، لافتا إلى أنه يجري اعتماد 100 مسجد بنطاق المنوفية واختيار الأئمة والواعظات الأكثر تمييزا لتقديم الخدمات الدينية من خلال البرنامج الصيفي للطفل لإعداد جيل واع من الناشئة. انتهت نشرة الثالثة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إعلامي مجلس الوزراء ينفي إسناد إدارة ممر قناة السويس لشركة أجنبية، والهيئة تؤكد أن إدارتها ستظل مملوكة للدولة بالكامل. الكرملين يؤكد أن عزل روسيا دوليا أمر مستحيل، والبرلمان الأوروبي يعتبر أوكرانيا جزءا من العائلة الأوروبية. دول العالم تشدد من تدابير المراقبة الصحية لوقف تفشي جدر القردة. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري، نشكركم على طيب المتابعة. دمتم سالمين.